انتقلوا الدماغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. تحية الأخوة المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم معنا في اليوم المبارك إن شاء الله. عائلة تبارك الله كاينين وحاضرين معنا، وحتى أنتم العائلة ديالنا عاوتاني حاضرين معنا دائما وتبارك الله عليكم. خليكم معنا، أنا راح أجوز واحد الفيديو عاوتاني معكم، عائلة بامتياز فرقاع مخير إن شاء الله يا ربي، وتبارك الله عليكم وخليكم معنا. أنا رجعت بالموت، العينين ديالي كيبانوا غراقوا بي. اتفرج الفيديو ويقول لهم شوف انا كيفاش رجع. اتفرج الفيديو ديالك كوالي السلام عليكم حبايب ديالي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير. كنشكركم بزاف اللي خطيكم عليا، احلى جمهور، شكرا للدعوات ديالكم، الله يفرحكم، ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو. دابا من هنا الفوق اختكم مصرعين عسى وجالسة، دابا اللي حطكم السي علي وعطكم لعلي حتى ان شاء الله يا ربي تقوز هذه الفترة ان شاء الله. واحد الاسبوع بعد هذا التحفيظ الله يوالك بالراحة سبحان الله اللي خطيكم. شكرا ماما متى يقولوا لك؟ يقولوا لك دابا ارتاح مع راسك، يقولوا لك عاد بارطاجي معنا داك الشيء اللي كان في التعالي. دابا تصوروا دابا اكثر من 4 ايام وانا نعسي لندبرت، كنقول لهم دابا انا ما نبقى هاي دابا استانس والله ما نقدرش، خصني نجلس خصني نتحري دابا هيدا بحال كما كنقولوا زعما اللي مرض مسكين واش هاد الفراش الله يشافيه يا ربي يا حبرا زعما صعيبه صعيبه اش تبقى يعني عينه حتى واحد الموطع ما تتحرك شي صعيبه الصراحه. حتى انا ترابي عندي طايحه وعندي الخلاص سبق الترابي على داك الشيء يعني فاش ما كنقدرش نتحرك يعني خصني كنتحرك بشويه وصراحه انا عملت راسي انا خصني الزلاط ما جبرت لي طيح لي. عطوا المشاهدين الزلاط صوروا كيقول لي شهر اللي داز قال لي وصل ما نعملش الشغل وصل ما تحركش وانا في الدوده الحمد لله. الله يسمحنا بالوالدين. كان بغيت نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه وكنصور معكم ديك الفيديوهات الحداقه ديالها والشغل هذا الحمد لله فرحوا بها وكذا عجبكم الحال كيف كنا فرحانين بها، ولكن هما كيقول لك لا حنا اللي كانوا غاديين يتفرجوا فيك كنا فرحانين بك صح الصحه ديالك كلها صافي الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. ديما تجي واحد نسينا الغريبه كنا باقيوها لنا رعاسك تقلب نسينا مرحبا الاهل كيف السلام عليكم متابعين ديالنا، تحياتي كبيره لكم وشكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم مع مرض عمي. كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا عند الانستغرام راه واحد الكم هائل ديال الناس اللي كيسولوا. ملي جاوا الطبيب النهار الثاني ما كانوش ينزلوا فيديو، الناس دخلت كتسولني بزاف كتسولني كيفاش بقات الحاله ديالها، وكنشكركم بزاف على الحب ديالكم وعلى خلع عليكم اللي تخلعتوا عليا راه بحالي راه عائله واحده تاعي. وصلت مع الجيش كبير. واحد الجيش خاطر باش نفض بالزرط ما كاينش اللي يقدر علينا. شافوا ما فتحت حتى في انستغرام يجمعوا عليا انايا وانا ما انا ما منولد ما انا ما سلمان ولا واش داخلين عليه؟ ان شاء الله شدت هي جمتو عليا. الله يعبروا عليك. الله يعبروا عزازين تبارك الله. شكرا مع المشاهدين والسلام عليكم. دابا شوفوا اجي واجي بلاتي واحد القضيه ركزوا معايا الله يرضى عليكم. وملي كانت وصال صحيح وكتجيو هادي كامل كتصوروا في القنوات ديالهم وكتوجد معاهم يدا وكتهضروا كلشي دابا النوبه ديالكم ديالنا الله يخليها ترتاحوا انتم عاد تصوروا بالزيت منكم في القناه ديالنا شوفوا المشاهدين وعاد وجدوا كلشي عاد هضروا كاينه ولا ما كايناش خلوها في الكومنتات واش كاينه. السلام عليكم اخواتكم انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير والصحه جيده يا ربي. شكرا بزاف على الدعوات ديالكم الوصال الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير دخل عليكم رمضان باش ما كتمناو ما نطولوش عليكم بزاف وخليكم مع سعاد مع فاطمه الزهراء ونوريكم شنو غنعملوا الغدا ان شاء الله. هذه نهار قرب لي هنا هذيك انا قشطت زعما نقول لكم باش ما نقولوش انا وقفاش شات جدام قرب لي هنا محافظ ديك الشيء زعما صار المهم المقادير كلها تسكسو والخضره تبارك الله من كل شيء حتى ميباوان الطماطم محكوكه ويزرو من هذيك قرب عليهم مزيان باش بوجه هذا الشيء قريب محمد الكنور الضمات الزعفران شعراء سمحوا لي اللي ما كي اللي ما عزاش عليه الكنور ما يطيبش به هذا الكرنب هذا هنا عندنا اللحم والبصله هنا مقطعه هذه هنا عاود البصله مقطعه الخضره غنطيبوها بوحده واللحم بوحده حيت تعطلنا خصنا نقفلوا على الطناجر ديالنا نشدوا عليهم باش يطيب لنا يطيب لنا الغداء ديالنا داغية حتى الخضره عبنوها بالطريفه ديال الحين هذا اللفت هذا اللفت البياطه هنا واللفت يا خورا ها
ديك الكريمي. لا لا كريمي. اه والجعده والفلفله الصراحه كتجيب سكسوال. ايوا والقرعه الحمراء والخضراء المهم سكسوال انتم عارفين والسنان ضروري السنان. غنزيدو البابا ان شاء الله. قرب لهم هذاك عبيد. سكسوال كيبخر. انا نبخروا عاد تبخيره الاولى والثانيه بركه يبخر مزيان صافي وخليكم مع فاطمه. السلام عليكم الخوت كيف انتم لاباس عليكم نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وعشكم مبروكه تدخل عليكم الصحيحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. ها كما كتشوفوا بالنسبه لواحد الكلمه بالنسبه لفاطمه مرات الاخ ديالي مرحوم الحمد لله ها مهور يا معززه مكرمه عنا بحال اختي بحال وحده من خوتي لا هي ولا ولا جالسين وغاليين الله ربي اللي عالم ماشي الحمد لله احنا واخا نهضروا دابا معكم والي ولكن ربي اللي عالم وحده منا ما كاينش فرديه فرديه ما عندناش انا بالنسبه لي زعما الحقيقه امين انا بالنسبه لي انا فرديه ما عندي شيء يعني كم يوم كل شيء عزيز وغالي بحال الحال هادشي اللي كاين وتا خاي الصراحه كاين تهلا فاطمه الزهراء ماشي ضروري كل شيء كاين كنسمع نعاود بحال اختي عزيزه وغاليه باش ما باش ما يجيش الغير ما يبقاش فيها الحرق ولا هضر عليها عزيزه وغاليه والله الا عزيزه وغاليه نحسبوا بالله ربي اللي عالم شوف انا اللي كان سمع انا اللي كيعز ويصال بزاف وكان كنشوفوا المرا ديالي عنده عزه بزاف والوينات كيتعامل معاها مزيان قسم بالله الا كنعزو من القلب والله وانا علاش ما نعزاش يعني اهم حاجه في الدنيا هي المعاناه دابا هاد الهضره اللي قلتي انتما عندي عزازي حيت عزيتوا لي بنتي وفرحتوا لي بنتي وانا اللي فرح لبنتي وعند لبنتي عيني نعطي هذا سمعتوا الحاجنا مسامحين الله بنتي وحده عندي مي عزيتوها لي فرحتوا بها انا كان بيكون معكم في عيني بلاتي تنتينا وصلنا بينك صاحبي معانا واحد الكلمه محمد السلام عليكم مشاهدين لاباس عليكم بخير نتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير يكون مزيان وفرحان ديما ضاحكين ابتسامه صحه جيده الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله ما تاكلوش بزاف باش يجيكم شي الجوع شويه شويه تحيه كبيره للجاليه المغربيه ديالنا المقيمه بالخارج تحيه للمغاربه ديالنا كاملين اللي كاينين في المغرب حتى هما وفين ما كانوا في العالم تحيه لكم كبيره. يلاه دوار خلينا عملت العطريه كلها الربيع قطعته شويه قطعته هذا خليته غنسيبو في مربط عيده الصراحه كيجي الربيع كيجي زايد في هذا كيجي واعر ونعملوا الزيت. سكس سبع خضار سبع عشرة دابا باقي خصنا البرينجا ناقص البرينجا برانية برانية كاينة وين جبت العطرية كاينة جبتها انا والله الا كاينة شوف دابا بلاتي غنحسو معكم الخضرة شحال معايا المشاهدين ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها 8 الكروم 8 وغنزيدو البرنجان حتى 9 تبارك والطماطم 10 الخضرة هذه هي الأولى الجعدة وهذه كل لفت والحيمة هادو كنطيبو نص طيبة وعاد كنضيفو هادو دا غير كيطيبو القرعة لا دا غير كنطيبو كلشي مرة واحدة دابا الصراحة تعطلناه دابا ديال عزة ها والله إلا تعطلناه باقي غنزيدو لو الضويمه ها هي كما قلت لكم كاين البنات اللي كيقولوا لي اختي عزيزه ما مزيانش في الطياب مره كنطيبي منك وحاضر الكنور كنور كنور تاوك والزيت ضروري سكسو يكون فيه شويه هذا الزيت زايد لما كانش الزيت زايد لما كانش الزيت زايد كيجي سكسو مشل ما كيجيش ما يعني الحين نقولوا كيجي فيه الماء زايد ما كيجيش ضروري خصو يكون في ميدوم شويه للزيت للزيت وحتى العطريه راه ياسمين راه نهز هذه من هنا باش نعمل لها صافي هذاك هو جدك سكسو هذا باقي غيتبخر التبخيره الثانيه ندهن بالسمن ونرشو بالماء ونبخروا التبخيره الثانيه وهذه عاود الحيمه كنعطروها بوحده باش يجينا الحطيه ديال العراسات وفي الاخر ملي كيوجد داك الشيء هذيك كتزيدوا تحطوا عليه الصراحه هذه الطريقه والله والله العظيم كيجي سولو سعاد سكسو خاطر كيجي كنطيب اللحم بوحده والخضره بوحده
الا طيبت اللحم مع الخضره في ديك المرقه انا يعني شي حاجه باش كبني نعاود باش كطلع ديك النسمه ديالو اللي داب مع الخضره من بعد اللي كيوجد هذه اللي بوحدها هنا كتزيدوا على القصعه على هذه ها هما غيشوفوا معنا والمريقه غنضيفوها على الخضره من فوق صافي بسم الله هو عليكم شي في ممشى الله والله عندنا واحد البروغرام فاش كنشكروا صدق عندنا واحد البروغرام اخر وحنا كنا ماشي كنا غنسافروا وغنطلعوا وزناك البروغرام ديالنا بسكينه سبحان الله رزقنا حنايا جينا على ود المراد كلشي تجمع هنا صافي كما قلت لهم هذا في الثاني غنضيفوا الفلفله وهذا الخضر اللي باقي والربيع وهذو معوديبه ودغيا كيطيبوا ولاصوص صافي دابا خليكم معنا حتى نجيو للضيفه الثانيه هي حتى الحاله الثانيه فاش غيوجد الكسكس حيطلع معنا هذا الشيء هذا وتكون كت كدا مرة هذي الساعة دي في الشيء رجع معاك يا يا شوفوا شكون جازيد ولا اسمعوا يا لبنى يا اخت سعاد باش تكونوا عارفين بزاف كيعرفوا شي لبنى شكون لبنى لبنى يا اخت سعاد ساكنة في سلتة كادو ليك وكادو خي عالية هذا هذا ديالي الله يلا في بالك شكرا انا غير نخليه ما تجيبلوش حشومه حنا لا جبدوا عليا الله يعزك شكرا الله يحفظك بسم الله سبحان الله وانا بيدي عندي واحد الكادو ديالو باقي لي غيمشي مع هذا التيم هذا يا كنتي تيم هذا شي كادو عندي غيمشي مع لو التيم هذا الشيء هذه واحد الريحه واعره صحتك وكل واحد كادو سعيده تجي نعطيه لها سعيده الميلاد سعيده صافي وقفت انت الغريبه والحاجة شفت في الديوان الخطبة عادي كشطون شوفي عادي خبعت سعيدة الحاجة تنا قريبة لي دابا نجي لعندك الله يعطيك الخير قريبة لي أنا جيت مخبعة على الديوان شوفي عاوتاني دراك ما عرفني هذه بالعرا أنا سيرو منها شكرا صحتك خير عادي بزاف 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 اصلني غالي انتم الله الله هاي هاي صحه وراحه الله يعطيك الصحه جوج الحبيبه فيا يا ودي يا صاحبي انا كنت خايف في السبوع شحال يجيب لك من كابو في السبوع بيعمرونا كل بيت غريبه باقي وحده في الفسطه خاص الكاضيوه بيد الصاحب يرجع مع ما خاص الكاضيوه في السبوع شوف هذا العائله زائد الحباب اللي غايجيو لي عندنا راه يدك هذه كريمه كريمه عاوتاني انتما عاوتاني تحزموا عاوتاني كلشي ما عرفتي تبغى عاوتاني تحزموا اي بيز ماما كافي واش ان شاء الله بينك وحنا الان تحزموا منكم زوج يسري ولا سلمى وخا باقي شي دابا نقول في زانه وعلي وان شاء الله ان شاء الله تعال تعال العرس نولادي هنايا عبرت عبرت عليكم العرس تبقى نجي نعمل لي بنتي هنايا سمعتي كتحضر كما تشوفوا الخوت السكسو ديالنا ها هو وجد شد عليها الفراكس البنات شد عليهم قرب لينا حمزه السكسو ديالنا ها هو تبارك الله بخر خلطت شويه موجهو المهم قرب لينا هذه هي القرع ما تهزت لي شي مع الخضره هذه هي عملت لها تبارك الله تشوف على مرقه ما شاء الله وهذه لحم عم طيبه بوحده كتجي على الطياب بالعراسات
وقرع الحمراء عندي مطيبه بوحده هي والقرفه وشويه السكر. ها ما كتشوف بلا عطريه بلا والو. بسم الله بسم الله تاكلنا عليك يا الله. سكو تبارك الله الدرعة عامرة هذيك يا فاطمة صور هذيك الكويرات تنزل هذه هنا اليوم غير الحرارة الحرارة مع احنا مع البوطة بسم الله نعاود بيدي باش ما يجيناش يدير قدب قد الخضره ديالنا التكركير بسم الله فيه عسل كسور تبارك الله جوج كيلو ديال اللحم كذا اللحم كذا كما كنقولوا عوضت فاطمه الزهراء قد هذاك تبسلت لا ما نساهمش كل شيء ياكل سكسو صافي هذه المريقه هذه غنخليها حتى للاخير عاود عمر لي هنا وبيه هز ديك كل شيء سخن تبارك الله بسم الله بسم الله هذا الزهر انا نعدل وانت لا قد نسينا ما قلنا شي فيها بطاطا نسينا ما قلنا شي بطاطا بسم الله دابا نعمر له القرعه الحمراء كي طيب لنا بوحده نزوقوا بها زعما الدريساج عدل دابا ندير ديك المريقه اللي طيبنا فيها اللحيمه زديت عليها شويه ديال المريقه هذا العمله هنا؟ اه هذه ما عملتلاش ولا لا عمرها دابا هذه هي التسقيه دابا فاطمه الزهراء راه اللي هنا راه هذاك اللي هنا هذا المجلس كبير وهذا صغير المريقه عاوزه ديت لها اللحم عملت لها شويه ديال الزبيب اي حاجه بغيتو ضيفوها ضيفوها السكسو ديالكم اللي بغى ياكل فلفل احمر توعرق يا ربي كل ما عطوا لي الطبله بيلان صافي افتح ديك الباب هذا عزيزه خليها تقول تكريزه بسم الله غادي غنحطوها لا نسوها بلا لا شيء عاشق فاطمه الزهراء انا حمقى انا هذا الطاسيم دون عشاق قبلوا عليا كما جي على السكسو قبلوا عليا والله الا سكسو الزربه اليوم تبارك الله يلا جيبوا الكراسة وأجي يلا وين اللي بغا يتغدى ولتحت وصل أجي مني هنا أنتم هذا ولدني ولدني لا شي واحد كيصوني خدمة زهرة أعطيهم أنت أش قول العزيزة هي خويا تغدى راني يلا هاشم تغدى نمشي معانا ياس
تفضلوا يا اخوان حبيبه وسعيده ما تجيوش تتغدى تنسالي.